مشاهدينا الكرام ومستمعينا ايضا في اذاعه قطر السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الحقيقه واليكم ابرز ملفات هذه الليله. سمو الامير يصدر الامر الاميري رقم اثنين لسنه 2020 بتعيين معالي الشيخ خالد بن خليفه بن عبد العزيز الثاني رئيسا لمجلس الوزراء وزيرا للداخليه. سمو الأمير يتوجه بالشكر لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني على جهوده المقدرة خدمة للوطن طوال السنوات الماضية دولة قطر ندعم تطبيق مخرجات مؤتمر برلين ونؤكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإفساح المجال للحوار في ليبيا دولة قطر لا يمكن للسلام أن يكون مستداما دون حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية إذا نجد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام ويسعدني طبعا في هذه اللحظات أن أرحب بضيف الحقيقة لهذه الليلة السيد عبد الله بن حمد العذبة وهو رئيس تحرير صحيفة العرب والمدير العام للمركز القطري للصحافة أبو محمد أهلا وسهلا سعداء بوجودك معنا الله يحييك شكرا لك يا دكتور وأحسن الله عزاءكم في والدكم غفر رحي. الله له ولم نستغرب يعني زيارة سمو الأمير حفظه الله الشيخ تميم بن حمد الثاني والامير الوالد والشيخ عبد الله بن حمد نائب الامير ومجيئهم وتعزيتهم لكم في والدكم وهي تعزيه مستحقه وهذا يدل على مدى الترابط والله الحمد بين القياده والشعب ومدى اللحمه طبعا الله يجزاك خير يا ابو محمد انت ومن يسمعنا الان وايضا من يشاهدنا لا يستغرب من هذه القياده مشاركه المواطنين القطريين في الافراح وفي الاحزان، اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لموتانا جميعا، شكرا آمين. يا ابو محمد امين امين لكن خلونا مشاهدينا قبل بدايه الحوار، طبعا ننتقل معكم الى التقرير الاول حيث ادى معالي الشيخ خالد بن خليفه بن عبد العزيز الثاني اليمين القانونيه امام سمو الامير رئيسا لمجلس الوزراء وزيرا للداخليه وكان سمو الامير المفدى قد قبل استقاله معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه الثاني مثمنا عاليا جهوده المخلصه خدمه لوطنه طوال فتره عمله مؤكدا انه سيظل جنديا من جنود هذا الوطن الغالي. دعونا اولا نشاهد معا هذا التقرير ثم العوده لبدايه الحوار. امام حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، ادى معالي الشيخ خالد بن خليفه بن عبد العزيز ال ثاني اليمين القانونيه رئيسا لمجلس الوزراء وزيرا للداخليه بالديوان الاميري. ياتي هذا التعيين بمقتضى الامر الاميري رقم 2 لسنه 2020، وايضا بمقتضى الامر الاميري رقم واحد لسنه 2020 بقبول استقاله معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه الثاني رئيس مجلس الوزراء. كما اصدر سمو امير البلاد المفدى الامر الاميري رقم ثلاثه لسنه 2020 بتشكيل مجلس الوزراء. حيث ادى اصحاب السعاده الوزراء الذين شملهم هذا الامر اليمين القانونيه امام سمو امير البلاد المفدى بالديوان الاميري وقد حضر اداء اليمين سمو الشيخ عبد الله بن حمد ال ثاني نائب الامير وحضره معالي الشيخ خالد بن خليفه بن عبد العزيز ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه هذا وقد توجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالشكر لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني على كل الجهود المخلصة التي بذلها في كل مواقعه على مدى السنوات الماضية مؤكدا سموه على أثرها الإيجابي في مسيرة دولة قطر والمنجزات التي تحققت على كل الصعد برغم التحديات وقال سمو الأمير المفدى الشيخ عبد الله كان جنديا من جنود قطر وسيبقى كذلك في خدمه هذا الوطن الغالي من جانبه عرب معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه الثاني عن خالص امتنانه وشكره لحضره صاحب السمو امير البلاد المفدى على ثقه سموه الغاليه التي اولاه اياها طوال فتره خدمته وعلى توجيهات سموه السديده له على مدى السنوات الماضيه وقال معاليه اتمنى ان اكون قد وفقت في تحمل المسؤوليه والامانه طوال فتره خدمتي للوطن والامير وقد سجلت في مسيره معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه الثاني في موقع رئاسه الوزراء ووزاره الداخليه عده انجازات حيث اشرف معاليه وبشكل مباشر على خطط النهوض الاقتصادي للدوله كما تابع واشرف بشكل مستمر على تحديث وتطوير بنيه التشريعات والانظمه الاقتصاديه فضلا عن توجيهات معاليه الدقيقه لسير الاعمال سواء للاستراتيجيات الوطنيه او المشاريع الحيويه وكان لمعاليه كذلك دور هام في تعزيز الشراكه بين الحكومه والقطاع الخاص دفعا لمسار التنميه الشامله، ودور فاعل في تسهيل كافه الاعمال والانشطه التي تحول دوله قطر الى وجهه سياحيه مميزه. كما قام معاليه انطلاقا من توجيهات حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى بتعزيز قطاع الرعايه الصحيه ومزيد تطوير المنظومه التعليميه. فضلا عن توجيه كافه الوزارات الاخرى للعمل وفق منظومه وطنيه متكامله ومتناغمه تقدم خدماتها على اعلى المستويات في الدوله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، اذا وكما تابعنا طبعا سيد عبد الله هذا التقرير سمو الامير يصدر او يصدر الامر الاميري رقم اثنين لسنه 2020 بتعيين معالي الشيخ خالد بن خليفه بن عبد العزيز الثاني رئيسا لمجلس الوزراء وايضا وزيرا للداخليه بدايه كيف تابعت الامر الاميري في هذا الشان؟ طبعا كلنا تابعنا الامر صدر نهارا لم يصدر في منتصف الليل او وقت متاخر لكي يعلم الجميع بالقرار ورأينا تفاعل الناس مع تعيين الشيخ خالد بن خليفه معاليه رئيسا لمجلس الوزراء م -م. ولا يخفى علينا يعني بان الشيخ خالد بن خليفه يعني كان يعمل مع سمو الامير منذ ان كان وليا للعهد وقريب جدا من كمدير لمكتبه كان مدير المكتبه منذ ان كان وليا للعهد اعتقد 2006 2007 نعم و استمر مع سمو الأمير حتى بعد تعيينه أمير البلاد بقي مديرا لمكتبه ثم عين رئيسا للديوان الأميري خلفا للشيخ عبد الله بن حمد <applause> الذي عينه سمو الأمير نائبا له والشيخ خالد طبعا قريب جدا وبحكم قربه كل القرارات الحكومية والعمل الحكومي يصب في نهاية الأمر بين يدي سمو الأمير حفظه الله وقبل أن يأتي إليه هناك الرجل خالد بن خليفة شيخ خالد بن خليفة يطلع على هذه الملفات وعلى علم تام بكل القرارات والإجراءات والسياسات التي تمس المواطن وتمس المقيم وتتعلق أيضا بالسياسة الداخلية والخارجية فالرجل ليس بالجديد على العمل السياسي وبحكم قربه من سمو الامير فهو يعلم كل ما يحدث في الديوان الاميري والان انتقل الى الى موقع التنفيذ بحكم تعيين معاليه رئيسا لمجلس الوزراء وزيرا الداخلية فالامر ليس مستغرب عليه وسيدخل الان مرحله التنفيذ المباشر واداره مجلس الوزراء والعمل التنفيذي للسلطه التنفيذيه وهي الحكومه. نعم طبعا هذا بالنسبة للأمر الأمير سيد عبدالرقم رقم اثنين لكن هناك في المقابل أيضا سمو الأمير يقبل استقالة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق ثم يغرد سمو الأمير شاكرا هذا الرجل على كل الجهود التي بذلها طوال السنوات الماضية طبعا ماذا يمكن أن نقول في حق هذا الرجل على ما قدم لهذا الوطن طبعا لا شك ان الشيخ عبد الله بن ناصر قام بالكثير من العمل منذ تعيينه رئيس لمجلس الوزراء اذ عينه الامير فور توليه لمقاليد البلاد قبل استقاله الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ثم قام بتعيين معالي الشيخ عبد الله بن ناصر والشيخ عبد الله بن ناصر اتى في فتره حرجه وفتره حساسه جدا لا تخفى على احد يعني بعد تعيينه بسنه دخلنا في الازمه أزمة سحب السفراء صحيح وبعد ذلك استمر استمرت الأمواج السياسية التي تمر بها قطر حتى وصلنا إلى مرحلة حساسة وهي مرحلة الحصار فكان الشيخ عبد الله بن ناصر وفريق العمل معه في مجلس الوزراء يعملون بشكل متواصل وحثيث لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن والمقيم في دولة قطر بعد أن منع عنهم الغذاء والماء والدواء فكان دوره حيوي ومهم جدا بالإضافة إلى تعزيز المنظومة الأمنية للدولة على مستوى القوات الخاصة اللي هي الخوية أو على مستوى وزارة الداخلية وتطوير عملها وكلنا نعرف طبعا أن وزارة الداخلية في حقبة الشيخ عبد الله بن ناصر كانت دائما تتفوق على الكثير من الجهات بتقديمها الخدمات الإلكترونية وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن والمقيم ولا شك بأنها حقبة مهمة وتاريخية سيسجلها التاريخ لأن هذه الفترة كانت فترة حساسة بداية الحصار والشيخ عبد الله بن ناصر قام بالكثير من الجهود مع أشقاء وأخوانه في مجلس الوزراء لتعبر قطر بمواطنيها ومقيميها من آه ذلك الذي الشيء السيء الذي اريد لدوله قطر فكان قادرا على ترجمه رؤى سمو الامير الشيخ تميم بن حمد حفظه الله لبرنامج عملي وكلنا راينا يعني كيف ان بدا التركيز على الامن الغذائي يعود الى الواجهه مره اخرى بعد الحصار والامن المائي وهناك الكثير من الامور والمشاريع التي تم إنجازها نعم عفوا المقاطعة طبعا هذه نتابع معك أنت والسادة المشاهدين السيد عبد الله هذه تقرير لسعادة الرئيس التنفيذي سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد يبارك لمعالي الشيخ خالد وأيضا يشكر معالي الشيخ عبد الله على ما قدم لهذا الوطن هذا أمر غير مستغرب من الشيخ عبد الرحمن بن حمد وكلنا راينا يعني تفاعل المواطنين <applause> والمقيمين اشقائنا المقيمين في الدوله مع الشيخ عبد الله بن ناصر وراينا ايضا ردة فعل الشيخ عبد الله عبد الله بن ناصر عندما شكر الجميع صحيح. على مشاعرهم يعني هذه الامور والالفه شيء جميل ونادر ان تراه يعني في محيطنا هذا التواصل بين المسؤول سواء كان في موقع المسؤوليه او غادرها نعم. كلنا يا دكتور محمد لا يخفى عليك سنغادر مواقعنا في يوم ما من الجميل ان نترك اثرا جميلا وانا اعتقد ان الشيخ عبد الله بن ناصر ترك اثر جميل وهناك الكثير من المشاريع والتحديات التي سيقوم الشيخ خالد بن خليفه بالعمل على تحقيقها وانجازها وسيترك اثرا ان شاء الله لخدمه هذه البلاد ثم يعني راحه المواطن والمقيم وانا اعتقد حك حتى بحكم يعني تخصصه في اداره الاعمال فانه قادر على التغيير، ايضا اذا رايت قرار التعيين يعني البعض كان قد يستبعد مثلا ان يحدث تطوير او تغيير حكومي في دوله قطر بحكم ان عليها حصار، لكن الرساله التي حملها تعيين سمو الامير للشيخ خالد بن خليفه تعني بان هناك رؤيه وهذه الرؤيه يتم تطبيقها وان العمل لن يتوقف سواء طال طال الحصار ام قصر كما قال سمو الامير في احدى خطاباته فعمليه التطوير والدفع ب الدماء الشابه ودماء جديده في العمل الحكومي امر مطلوب سواء كان كانت دوله قطر محاصره من الاشقاء او غير محاصره ستمضي بلادنا باذن الله في مسيره التقدم والنماء. باذن الله انت ذكرت الحصار والازمه ولم تثني طبعا القياده عن مواصله عمل التنميه والاستقرار والعمل الاداري والعمل السياسي طبعا برمته. اليوم هناك تعاطي لوسائل الإعلام لن نقول المعادية لأنك تعطي مساحة لهذه الوسائل بل نستطيع أن نصفها بالإعلام المحاذي على خبر تعيين على الشيخ خالد كيف تابعت هذا التعاطي في وسائل الإعلام؟ يعني الحقيقة لما تقرأ البعض النخب يعني شال اسم عبد الله بن ناصر وحط خالد بن ناصر حتى ما يعرفون اسمه ويطلقون هجوم وإشاعات مضحكة على على تعيينه مم. واشاعات بس اليوم كانت هناك طبعا اخبار و... طبعًا, طبعا بس يعني يا الشيخ خالد بن خليفه ليس بجديد اصلا عن العمل الحكومي الكل يعلم مدى حساسيه رئيس الديوان او وزير الديوان على مستوى دول الخليج صحيح. هو شخص لصيق دائما بالقياده فتعيينه ليس بالامر الصادم المفروض انه ما يكون صادم لهم مم. لكن مثل ما قلت لك حتى بعضهم بس شال اسم عبد الله وحط اسم خالد ما يعرف حتى اسمه وبدا بالتهجم وهذا دليل انها مبرمجه العمليه ولكن البرمجه غير ذكيه وغير حكيمه فمساله التعيين او عدم التعيين المفروض اذا كانت قطر وقضيه حصارها والازمه الخليجيه قضيه صغيره جدا فألا يشغلوا بالهم بها من لكن لكن الحمد لله يعني راينا كيف انهم ينشغلون بامور دوله قطر في الصباح وفي المساء وان قالوا بانهم لا يدرون ما الذي يحدث هناك او انهم تناسوها او يحاولون نسيان الازمه الخليجيه بشكل او باخر. <applause> اعلاميا سيد عبد الله طبعا نستفد من وجودك معنا في برنامج الحقيقه العفو دكتور مدرسه الله يحفظك تعتقد ان هناك تاثير حتى وان كان نسبيا على الـ على الـ على المتلقي الخليجي بالتحديد يشكل خاصه ل... ل... نتيجة لهذا الكم الهائل من من الاخبار المضلله، اليوم المتلقي الخليجي هل هل بالامكان ان نتصور بان يكون هناك تاثير حتى ولو كان نسبيا؟ انا اعتقد بان النسبه التي يؤثر فيه هي النسبه الاقل يعني هي النسبه التي تعاني من الجهل المركب التي م. تسكنها يعني أفكار مسبقة ولا تستطيع أن تقرأ وليس لديها حتى الرغبة في أن تعرف الحقيقة يعني تعرف أن كفار قريش عندما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهدى وبدين الحق يعني كانوا يرفضون الإيمان به رأوا انشقاق القمر قالوا لا نصدق يعني لعل محمد سحر أبصارنا فلننتظر أهل البادية فإذا جاءوا إلى مكة سألناهم فلما جاءوا اهل الباديه وقالوا نعم انشق القمر قالوا لا بل هو سحر مستمر يعني مم. ان السحر مم. تعدى قريش كفار قريش الى الى خارج حدود مكه المكرمه وحدود الحرم المكي وانا اعتقد بان التاثير ضئيل جدا وهذه الفئه غير مؤثره حتى يعني وان صدقت هذه الامور او لم تصدقها مم. هناك وعي لدى المواطن في السعوديه، هناك وعي لدى المواطن في الامارات، هناك وعي لدى المواطن في البحرين وفي المنطقه العربيه، وانا اؤكد لك مره اخرى من هذا المنبر بانه لا يمكن استحمار السعوديين او محاوله استغفالهم او الضحك عليهم كما يحاول الترويج الاعلام الذي يقيم مثلا في الامارات وان كان يحمل الجنسيه السعوديه ثم تنازل عنها وحصل على الجنسيه من ابو ظبي. <applause> انا اعتقد باننا تجاوزنا هذه المرحله، الكل راى بعد كل هذه السنوات هناك حدث تقارب وانا كنت ضيفك في تشرفت بان اكون ضيفك هنا وقلت لك ان هناك الكثير من القطريين غير متحمسين لهذا التقارب ولديهم يعني نوايا شك مبرره، وانا اعيد واكرر هذا الامر مره اخرى. هناك الكثير من القطريين غير مستعجلين على حدوث مصالحه لانهم يعتقدون بان ليس هناك حسن نوايا متوفره. الامر الاخر قطر ستدفع الكثير في حال تمت المصالحه بطريقه لا نقبلها ولا اعتقد ان القياده تقبلها. وهي الزج بقطر في ملفات ومستنقعات تعاني منها دول الحصار. <applause> ثورات مضاده، مواقف معينه، التنازل عن قضايا مقدسه، التنازل عن مبادئ، وانا اعرف بان انا اعتقد يعني هذا تحليلي بان حدث اصطدام عندما لم يجدوا ان قطر ستخضع. البعض يعتقد بان المساله مساله تكتيكيه. مقتل قاسم سليماني سيؤدي الى التضييق على ايران وهذه هي الفرصه المناسبه للضغط على قطر لنغير نغير جلودنا ونتعامل بطريقه مختلفه مع دوله قطر. دوله قطر هي دوله يعني مرت بالكثير من الصعاب منذ 96 مرورا ب 2017، نحن الان في عام 2020 ميلاديه ولم تتغير. هناك مبادئ وهذا ما اكد عليه سمو الامير في خطاب توليه الحكم عندما قال نحن لا ننتظر توجيها من احد لدينا رؤيه ولدينا مسار ولدينا مبادئ نتمسك بها وهناك قضايا مركزيه لا نعم. يمكن لقطر ان تتنازل نعم, نعم. طبعا بما اننا نتحدث سيد عبد الله عن القياده القطريه هي ايضا فرصه للحديث عن احتفالات البلاد هذه الايام بتخريج كوكبه من شباب من ابنائنا في السلكين العسكري والامني كليه الشرطه قبل ايام اليوم كليه الزعيم وغدا باذن الله كليه احمد بن محمد العسكريه. كيف سينعكس ذلك برايك على المنظومتين الامنيه والعسكريه؟ خصوصا اننا مقبلون على استحقاقات دوليه. طبعا الكل يلاحظ ان الشيخ تميم بن حمد ال امير البلاد الله يحفظه. عندما جاء ركز على العمل على إعادة البناء مضومة الجيش تطوير البنية الأمنية الموجودة سواء كان هناك حصار أم لم يكن هناك حصار هناك عمل بدأ منذ أن كان ولي للعهد واستمر في المضيبة عندما أصبح أميرا للبلاد وما زلنا نرى هذه النتائج فعندما ترى تخريج الدفعة السابعة نحن نتذكر أن سمو الأمير تولى الحكم تقريبا منذ سبع سنوات مه. قريبا سيكمل سبع سنوات إذا نحن نحصل على, آه على ثمار خطة العمل التي لديه لتقوية قطر وتحصينها داخليا من أي مطامع وستمضي قطر بإذن الله في بناء منظومتها العسكرية والأمنية وتطويرها ولا ننسى بان مهما تحدثنا عن حلفاء من الخارج يجب ان يكون على الاقل لديك قوه ردع وان لم تكن يعني انت دوله عظمى او امبراطوريه او بالدول الكبرى لكن يجب ان يفكر من يعتدي عليك بانه سيدفع ثمن هذا الاعتداء ولو كان يعني يعتقد غير ذلك فيجب ان تبرهن على العكس فبناء هذه المنظومه والاعتماد على العنصر القطري لإيجاد منظومة متقدمة وإن كان عدد القطريين قليل إلا أن كمية الإنفاق لتطوير المواطن القطري والعمل على تطوير الموارد البشرية لدى دولة قطر سواء كان على مستوى المسارات العلمية والأكاديمية أو على المستوى العسكري سيسهم في تأمين دولة قطر وجعلها دولة ترتكز بالدرجة الأولى على حماية نعم. نفسها ولدينا الكثير من الدول عدد سكانها قليل ولكنها استطاعت رادع دول لديها مئات الملايين من الناس فعملية الأرقام يمكن أن تتعامل معها إذا اعتمدت على بناء مواطن يحصل على كافة أنواع علوم المعرفة زودت بأفضل تدريب أفضل تسليح فأنا أعتقد أيضا أن أمامنا أيضا سمو الأمير يرعى مثل ما تفضلت الدكتور محمد غدا تخريج دفعه جديده من كليه احمد بن محمد العسكريه فكل ذلك باذن الله سيصب في صالح دوله قطر باذن الله ويسهم في بناء منظومه الدفاع وخط الدفاع الاول لدوله قطر نعم، طبعا كل ما دار من حديث سيد عبد الله كان منصبا حول الاوامر والقرارات والمراسيم الاميريه الجديده، لكن يبقى لدينا العديد من الملفات الحساسه لعل طبعا الملف الليبي سيكون هو المحور المقبل إذا أذنت لي طبعا أنت المعزب يا دكتور طول عمرك طول عمرك إذا ننتقل طبعا إلى هذا التقرير حيث بعد أيام قليلة من انعقاد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية قامت قوات حفتر بقص مطار معيتيقة الدولي في ضواحي العاصمة طرابلس وهو ما اعتبر طبعا خرقا للهدنة ومن شأنها يقوض الجهود الدولية وأيضا الأممية المزيد في سياق التقرير التالي أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في اتصال هاتفي نجرته مع سموه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعم دولة قطر تطبيق مخرجات مؤتمر برلين وضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا وإفساح المجال للحوار ياتي ذلك في وقت صرح فيه المتحدث باسم قوات حفتر ان الحل في ليبيا ليس سياسيا انما ياتي بالقتال والحرب. واعلنت بعثه الامم المتحده الى ليبيا استمرار نقل المقاتلين الاجانب والاسلحه والمنظومات المتقدمه لاطراف الصراع، رغم دعوه الحكومه الالمانيه مجددا كل المشاركين في المؤتمر الى الالتزام بحظر توريد السلاح والعسكريين الى ليبيا. البعثة أدانت قصف الأهداف المدنية واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واكدة أن استمرار انتهاك حظر التسليح يهدد بتفجير جولة جديدة من القتال. وكانت 12 دولة وأربع منظمات دولية قد أجمعت في البيان الختامي لمؤتمر برلين على أولوية الحل السياسي للأزمة الليبية، إلا أن حفتر ضرب بهذا الاتفاق عرض الحائط بقصف مطار عتيقة أياما قليلة بعد المؤتمر. حيث فرض حظرا جويا على طرابلس يشمل المطار متوعدا بقصف ايه طائره عسكريه او مدنيه ما دفع حكومه الوفاق الليبيه الى الامتناع عن اي حوار سياسي بمشاركه حفتر وامتنع السراج عن حضور اجتماع وزراء خارجيه دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر قبل ان يرحب لاحقا بما توصل اليه الاجتماع من ضروره التوصل الى حل شامل للازمه الليبيه بعيدا عن التدخلات الخارجيه وفي الوقت الذي يتحدث فيه الخبراء عن تجاوز الخسائر الناجمه عن اغلاق حفتر مرافق النفط 256 مليون دولار كشفت تحركات احتجاجيه شهدها محيط السفاره الاماراتيه في الخرطوم عن قيام شركه امنيه اماراتيه بتسفير سودانيين للقتال الى جانب حفتر المحتجون اعتبروا ان ما اقدمت عليه هذه الشركه الاماراتيه ضرب من الخداع مطالبين بمعرفه مصير ابنائهم وارجاعهم الى السودان بعد ان انقطع التواصل معهم منذ سفرهم للعمل في الإمارات حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد تابعنا طبعا سيد عبد هذا التقرير سمو الامير يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار الالمانيه ويؤكد خلال هذا الاتصال على دعم دوله قطر لمخرجات مؤتمر برلين لكن في المقابل ما زالت هناك خروقات مستمره فيما يخص هذه التهدئه طبعا كل ذلك يقودنا للتساؤل حول هل هناك بالفعل اطراف دوليه اقليميه تؤمن باهميه تغذيه الصراعات تؤمن باهميه استمرار الازمه الليبيه على ما هي عليه والله دكتور محمد لا يخفى عليك يعني ان الذي يدفع الثمن الاكبر والافدح في ما يحدث في ليبيا هو الشعب الليبي بكل اسف نسال م -م. الله ان يحقن دماءهم اللهم امين وان يكون في عون النساء والاطفال وكبار السن ومن لا يجدون الرعايه الصحيه بسبب ما يحدث الان هناك طبعا سنعرف ان كثير من الناس سيتسربون من المدارس بسبب الاحداث هناك وهذا يغذي الجهل والجهل هو منبع التطرف الذي تعاني منه منطقتنا فإطالة أمد هذا الصراع وتغذيته وحقنا بهذه الطريقة يؤكد لك مرة أخرى بأن الثورة المضادة ما زالت مستمرة في الحكم بالقوة أيا كان الثمن الدماء لا قيمة لها أمام الأموال التي يخسرونها ولا أرواح الأبرياء التي تزهق كل ما لديهم هو تثبيت نظام عسكري بشكل ما انقلابي ينقلب على الشرعيه، فمثلا يعني كلنا نعرف ان دوله قطر موقفها هو الداعم لاتفاق الصخيرات ولم يكن لها يعني هاجس انها تتمدد او تتوسع وتحكم ليبيا، لكن ستجد ان هناك اطراف تغذي هذه الصراعات وتعتقد بانها تستطيع ان تقفز بمشاريع إمبراطورية من هنا إلى حدود موريتانيا مثلاً الطموح مشروع لكن بعد مراجعة بسيطة ستكتشف أنك لا تستطيع مواصلة مثل هذا الطموح سيكون الثمن فادحاً نعم تأكيدا على على هذا الحديث طبعاً السيد عبدالله الكل تابع المتحدث باسم قوات حفتر وهو يؤكد في مؤتمر صحفي بأن الحل في ليبيا طبعاً ليس حلًا سياسيا وانما ياتي من خلال القتال والحروب، انظر الى عقليه من يمسك بزمام المشهد الليبي، ان كان كذلك فلماذا الذهاب الى موسكو ثم الهرب من موسكو والرجوع الى ليبيا ثم الانتقال من ليبيا الى مؤتمر برلين، لماذا هذه اللفه الطويله ان كان هناك من لا يؤمن بالحل السياسي؟ يعني حقيقه حفتر لا يملك القرار، لا قرار أنه يوقع أو قرار أنه لا يوقع قائد الـ هو شكل يعني في نهاية اليوم هو هو مجرد ديكور أو يعني تستطيع أن تقول أنه دمية يتم التحكم بها خارجيا فهو لا يستطيع أن يوقع بدون موافقة تأتي له من منطقة ما في الخليج ولا يستطيع أن يتحدث عن حل سياسي وأن هذا لذلك لا تنتظر من حفتر أي شيء أنا في اعتقادي بأنه لا يملك زمام الامور في 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 ليبيا هو مجرد واجهه لاطماع في ليبيا في نفط ليبيا في الاراضي الليبيه خلق نفوذ متوهم في شمال افريقيا وهذا لن يتحقق دكتور محمد لنبقى طبعا في هذا السياق السياق الليبي سيد عبد الله طبعا الكل تابع الاحتجاجات امام السفاره الاماراتيه وين؟ في الخرطوم من قبل مواطنين سوداني سودانيين يطالبون بمعرفه مصير ابنائهم يقال بان هناك شركه امنيه اماراتيه ارسلتهم للقتال في ليبيا مع انهم سافروا للعمل في اماره ابو ظبي كحراس امنيين. طبعا هذا يقودنا للتساؤل كيف يمكن ان نتصور مثل هذا المشهد؟ يعني هذه الدرجه من الاستقلاليه اليوم تطلب ترسل عقود عمل تحضر اناس من دول عربيه السودان او حتى من دول افريقيه اخرى، ثم يتم نقل هؤلاء الى مناطق صراع، ليبيا على سبيل المثال. انا اعتقد بان ابو ظبي يعني تتصرف كامبراطوريه، فتعرف الامبراطوريات تقوم بارسال المرتزقه او دفع اموال لهم، لكن الغريب في الامر انه لم يتم الاتفاق معهم مسبقا بانكم انتم ستكونون مرتزقه، وهذه خديعه وهذا غدر، وانا لا الوم اشقائنا في السودان ذوي هؤلاء المغرر بهم الذين تعرضوا لهذا الخداع، يعني عندما تقوم حكومه يعترف بها القانون الدولي بتجنيد اناس وخداعهم بانهم سيعملون في أبوظبي ثم تستيقظ فجاه وتجد نفسك بين الرصاص والقتل، فهو عندما ذهب الى أبوظبي يبحث عن الرزق لكي يعيل اسرته، ولكن راينا جميعا كيف ان حتى السودان بدات تسحب قواتها من الحرب على اليمن، فكيف ان تبدا باختلاق نوع جديد بانك أنت ستوظفهم في شركات امنيه ثم تقوم بارسالهم الى الى ليبيا البعض يتوهم مثلا ان حفتر يسيطر على معظم الاراضي الليبيه اذا اذا رجعت للجغرافيا السكانيه ستجد ان الديموغرافيا ان اصلا معظم الشعب الليبي يسكن في الغرب جهه طرابلس والكثير فر من المنطقه شرق ليبيا في بنغازي, بنغازي. الى الى طرابلس فعندك تقريبا خمس ملايين يعيشون في غرب ليبيا وهؤلاء خارج سيطره ميليشيات حفتر المنقلب على اتفاق الصخيرات مه. هذا يذكرني ايضا بخارطه اليمن عندما ترى جنوب اليمن ستجد انه اكبر من شمال اليمن لكن السكان البشري موجود في شمال اليمن كتابة فهم يريدون ان يسيطروا على المناطق قليله السكان ايجاد مرتزقه لخدمه آبار النفط فواضح ان ابو ظبي دخلت مرحله الامبراطوريه التي تريد ان تسيطر على منابع النفط في الدول العربيه ولكنها دوله منتجه سيد عبد الله وان كان وان كان حتى حتى م. معظم الامبراطوريات كانت دول غنيه مثلا منتجه دول غنيه انا اتكلم عن امبراطوريات الاستعماريه كانت م. دول غنيه فرنسا بريطانيا وبالرغم من ذلك تقوم بتوسيع زياده المدخول لديها مساله ان انت عندك نفط لا يعني انك لا تريد المزيد من النفط ولذلك هم ما زالوا يبحثون عن ابار نفط جديده فاذا كانت الامبراطوريه ستصل من ابو ظبي إلى, الى 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 طرابلس الى موريتانيا الى المغرب لما لا؟ فهذا مثل ما قلت لك هو مشروع انك تحلم لكن القدره على تنفيذه يعني عندما تجد اكاديمي مقرب من محمد بن زايد ولي عهد اماره ابو ظبي يقول بان اذا لم ينهي حفتر يعني كانها رساله مبطنه لحفتر والمرتزقه مع العمليه ماذا قال بالضبط اذا لم اذا لم ينهي الحفتر عمليه السيطره او احتلال طرابلس خلال فتره وجيزه فان الجيش المصري يستطيع انهاء الامر خلال 24 ساعه فلاحظ انت ان تصرف الامبراطوريه تتحكم حتى في مصر يزجون بجيش مصر اذهب الى غزو ليبيا على الرغم من ان مصر لديها مشاكلها في التعلق بسد النهضه سيناء سيناء مشاكلها الداخليه ف تعرف الامبراطوريات تتصرف حتى من خلال اذرعتها في المنطقه، هم نعم. يعتبرون ان مصر هي الاماره الثامنه فيستطيعون استخدام الاماره الثامنه لتحقيق امر ما اذا ارادوا ذلك. بعكس دوله قطر التي تواصلت انجيلا ميركل مع اميرها الشيخ تميم بن حمد ال ثاني واكد على استمرار نهج السلام، لكن المساله بدات الان تصير مزعجه لكل افريقيا، فنرى الان موقف جديد من الجزائر الجزائر بدأت تشعر بالخطر هناك أطماع للسيطرة على ليبيا وقد تصل هذه الأطماع في يوم ما إلى الجزائر لا تستبعد أي أمر من ذلك مه. بينما رأينا يعني زئير وما يسمى جامعة الدول العربية على التدخل الأجنبي وعندك سوريا فيها عدة جيوش لم نسمع أي تنديد من من قبلهم خلالها لكن إذا استمر هذا التدخل الخارجي في ليبيا، انا اعتقد بانه يشكل خطر على كل شمال افريقيا وليس فقط على ليبيا وحسب. هذا التدخل لنبقى سيد عبد الله في مساله التدخل الاقليمي في في ليبيا هناك طبعا مطامع، هناك اهداف، هناك نقاط تلتقي بها بعض الدول الاقليميه وايضا الدوليه اليوم بالامس استمعنا طبعاً إلى بيان الخارجية السودانية حول موضوع نقل المواطنين السودانيين الشباب إلى إلى القتال في 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 ليبيا يقولون بأنهم تواصلوا طبعاً مع حكومة أبوظبي لمعرفة مصير هؤلاء وأن الحكومة السودانية طبعاً حريصة على سلامتهم والعودة بهم إلى إلى الخرطوم. تعتقد أن مثل هذه الإجراءات طبعاً وأشادوا أيضاً في نهاية البيان بأن العلاقات مميزة. بين بين السودان نعم، ستبقى والامارات ستبقى ستبقى كما هي عليه رغم تعتقد رغم تعتقد ان مثل هذه الاجراءات التي وصلت الى مستوى خارجيه البلدين يمكن ان تمنع تكرار تكرار مثل هذه العمليات مستقبلا انا اعتقد بان اصلا المساله عندما تصل الى الى الى, إلى, إلى, إلى هذا المستوى انك تستغل ان السودان يمر بظرف سياسي واقتصادي حساس وتقوم باستغلالهم ووزير خارجية القرقاش كل شوي طاير إلى السودان وتستغلون الظروف التي يعاني منها أخواننا في السودان هذا أمر غير إنساني وأنا لا ألوم بيان وزارة الخارجية السودانية أن العلاقات متميزة لا تريد أن تدخل في صدام مع إمارة بحجم أبو ظبي لديها الكثير من المال لتدمير الدول العربية يمكن استغلال لتدمير الدول العربية كما تفعل في ليبيا تفعل في الكثير من المناطق في العالم، مناطق النزاعات في العالم تغذيها بالاموال، فتخشى على نفسها فيجب ان نتفهم ايضا موقف حكومه تسيير الاعمال او المجلس السيادي الانتقالي في في السودان اذا تعامل بهذه الطريقه الهادئه مع تصرفات طائشه. فانا يعني اعتقد بان الكل يلحظ الان المستوى يعني ما كنا نقوله في السابق بدات تلمسه الدول العربيه، ابو ظبي اليوم تتصرف في كثير من الشؤون الداخليه تتدخل بما يخالف القانون الدولي الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخليه، وهذا امر ماثل للامام الان تحاول يعني التغرير بفقراء السودان وزج بهم نعم. في نعم. حروب لا ناقه لهم فيها ولا جمل نعم طبعا السؤال الاخير حول الملف في الليبي قبل ان ننتقل الى الموضوع الاكثر حساسيه وهو صفقه القرن او الخطه الامريكيه الاخيره تحدثت عن الجزائر وهي اكبر دوله عربيه مساحه دوله لها نفوذها في شمال افريقيا ايضا محاديه لليبيا في مساحات جدا ليست بقصيره لماذا لا نرى وقفة اليوم عندما نتكلم عن منظومة جامعة الدول العربية هذا أولا وأيضا لماذا لا نتكلم اليوم 22 دولة هل تعجز تلك الدول عن إيجاد خطة بديلة لضمان تنمية واستمرار عدم القتال بين حفتر وبين الحكومه المعترف بها دوليا، لماذا لا يكون هناك نفوذ؟ اليوم تطرقت الى الامارات العربيه المتحده وهي في اقصى الشرق العربي. قد نتقبل وجود مصر كضاغط على مساله الازمه الليبيه لانها دوله مجاوره مجاوره من جهه الشرق، اليوم تونس والجزائر ايضا من جهه الغرب. لماذا لا يكون هناك اجتماع عربي صادق من أجل إنقاذ ليبيا مما هي فيه هل الموضوع يحتاج اليوم إلى إطالة أمد هذه الأزمة هل اختلافات الرؤى بين الدول, الدول العربية عقد المشهد الليبي لا شك بأن الموقف لما تنظر إلى الوضع الاقتصادي دكتور محمد والسياسي المنطقة العربية لم تمر بأسوأ مما هي فيه الآن نعم فيعني التاريخ القريب لا يوجد حرب مثلا على دولة تجد في حرب على اليمن تجد المسألة لم تعد إعادة شرعية ما زالت الحرب مستمرة ليبيا غير مستقرة سوريا تعلم واضحة العراق نرى ما يحدث فيه فهناك هشاشة مع غياب دول وازنة وذات ثقل لا يمكن أن تشكل منظومة جمع الدول العربية يعني أي ثقل خصوصا اذا كانت الدول التي تستطيع ان تلعب دورا ايجابيا تقوم بتخريب او قتل جامعه الدول العربيه كما تم قتل منظومه مجلس التعاون، فانا لا اعتقد بان اصلا هناك اراده حقيقيه لدى جامعه الدول العربيه لدعم دوله يختار فيها الشعب حكومته بعد ثوره بعد ان ايدت اصلا جامعه الدول العربيه. عملية مناصرة الشعب الليبي عندما كان يتعرض للقتل على يد القذافي وعصاباته في ذلك الحين. لا توجد اليوم رغبه الا لدعم الثوره المضاده فجامعه الدول العربيه ايضا شريك في الجريمه التي تحدث ضد شريك نعم شريك وكلنا راينا بيانات حكومه السراج التي انبثقت عن اتفاق صخيرات تندد بمواقف جامعه الدول العربيه وطريقه تعاملها مع القضيه الليبيه والتعامل مع حفتر بانه كانه شخص شرعي، لكن للاسف النظام الدولي نظام منافق ويتعامل مع سياسه الامر الواقع، ولكن لا احد يعرف الى اين سيصل شرخ عدم القدره على المراهنه على حفتر، وانا اعتقد بان هناك يعني تحرك جزائري مهم وتنسيق مع الشقيقه الاسلاميه الكبرى تركيا بخصوص محاوله حمايه المدنيين في طرابلس من عمليات القتل انتزل. التي تمارسها قوات حفتر وان كانت سوريه يعني حفتر الذي يقتل حقيقه ليس حفتر الذي يموله الذي يدعمه هو الذي يقتل الشعب الليبي نعم طبعا كان ذاك بالنسبه للملف الليبي وتطورات الاخيره اللي نقول عليها للاسف نتمنى طبعا السلامه لجميع الاقطار العربيه آمين. لكن ما يتبقى لنا من الوقت سيكون طبعا حول كما اشرنا قبل قليل حول حديث الساعه وهي خطه او صفقه او ما اعلن عنه الرئيس الامريكي بين الفلسطينيين والاسرائيليين لكن بعد الانتقال معك سيد عبد الله وايضا الساده المشاهدين ومستمعينا ايضا في اذاعه قطر الانتقال طبعا الى هذا التقرير حيث خلف اعلان الرئيس الامريكي على تفاصيل خطته للسلام في الشرق الاوسط والمعروفة بصفقه القرن خلفت ردود فعل متباينه لا سيما فلسطينيا المزيد حول هذه الصفقه ستجدونها طبعا في سياق التقرير التالي الرئيس ترامب ورئيس وزراء اسرائيل نتنياهو يتحدثان عن صفعه العصر هكذا وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الاوسط. خطه تقوم بشكل اساسي على الاعتراف بالقدس الموحده عاصمه لاسرائيل وتخصيص دويله مقطعه الاوصال للفلسطينيين. ترامب الذي اعلن خطته من البيت الابيض والى جواره بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء في الكيان الاسرائيلي اكد ان مشروعه يوفر فرصه للسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين ضمن حل الدولتين مشيرا الى اختلاف جذري لرؤيته عن الخطط السابقه لاحلال السلام في المنطقه. اختلاف اوضحه الرئيس ترامب بصوره نشرها على حسابه في موقع تويتر. تمثل خريطة قال إنها لشكل الدولة الفلسطينية والإسرائيلية وفقا لرؤيته وفيها يتم اجتزاء مناطق واسعة من الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية لتكون تحت السيطرة الإسرائيلية بما في ذلك المناطق الحدودية مع الأردن. الخطة الأمريكية التي عرضها ترامب تشمل 80 صفحة وتقدم واشنطن بموجبها وعودا للجانب الفلسطيني مقابل تقديم الفلسطينيين تنازلات لصالح الكيان الاسرائيلي. من بينها الاعتراف بالمستوطنات الاسرائيليه في الضفه الغربيه مقابل تجميد اي انشطه استيطانيه جديده لمده اربعه اعوام وتسميه القدس بما فيها القدس الشرقيه عاصمه للكيان الاسرائيلي. خيار رفضته المكونات الفلسطينيه بمختلف توجهاتها. وفي اتصال هاتفي أكد الرئيس الفلسطيني واسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أهمية الوحدة الوطنية لإسقاط مشروع تصفية القضية الفلسطينية. ودعا هنيه إلى وضع جميع الخلافات جانبا والوقوف صفا واحدا في مواجهة مخطط تصفية المشروع الوطني الفلسطيني. في الدوحة جاء الموقف القطري في بيان نشرته وزارة الخارجية أكدت فيه على ضرورة انخراط طرفي الصراع الأساسيين في مفاوضات جدية ومباشرة على أساس الشرعية الدولية، وأوضح البيان أنه لا يمكن للسلام أن يكون مستداماً ما لم تتم صيانة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 67 و ألف، بما في ذلك القدس الشرقية. على المستوى الشعبي شهدت غالبية محافظات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني وعدد من المدن مسيرات شعبية غاضبة ومواجهة مع قوات الاحتلال رفضاً لإعلان صفقة القرن وما أسموه تصفية للقضية الفلسطينية على حساب حقوقهم وأراضيهم حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، طبعا تابعنا هذا التقرير سيد عبد الله الرئيس الامريكي ترامب يعلن عن الخطه الامريكيه للسلام او ما يعرف طبعا بصفقه القرن، نشر خريطه تقسيم الاراضي بين الفلسطينيين والاسرائيليين وفقا لهذه الخطه على حسب ما ذكر الرئيس الامريكي. اولا كيف تابعت رده الفعل العربيه اولا ودوليه ثانيا؟ طبعا الكل تابعها يعني كل محلل بسيط يعرف بانها في احسن الاحوال هي مهرجان انتخابي لكلا الشخصين لا توجد صفقه ولا توجد خطه سلام حقيقيه حتى ترامب عندما اعلن قال عندكم اربع سنوات تدرسون الخطه اللي عندي بعد الاربع سنوات اذا التزمتوا سوف اكون الى جانبكم ما مغزى الاربع سنوات تحليل. الاربع سنوات طبعا هي مده يعني للتقرير امر واقع بعد الاربع سنوات خلاص يقول لك ما عاد في شيء اسمه <applause> حتى هذا لكن الموقف الاهم الموقف الاهم هو التمسك بموقف الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني لن يقبل ان يتنازل عن القدس الشعب العربي يرى ويؤمن دائما وابدا بان القدس هي عاصمة فلسطين المحتله وهذا امر لن يتغير. موقف دوله قطر اتى يؤكد على انه الالتزام بان القدس الشرقيه عاصمه لفلسطين لا يوجد تنازل بعكس بعض الدول التي دعت الى قبول الخطه للاسف كنا نتحدث عن جامعه الدول العربيه عندهم اجتماع يوم السبت الاسرائيليون يقولون نطلب من الفلسطينيين عدم الاحتكاك مع جنودنا. اذا كانت لديكم مشكله فاذهبوا الى الدول العربيه ونتحدى ان الدول العربيه ستقف موقف صريح وواضح إلى جانبكم رافض للخطه فقبل اجتماع جامعه الدول العربيه وزراء على مستوى وزراء الخارجيه وجدنا المواقف التي تدعو الى تبنيها وانها خطه جاده الى اخره فالكل يعرف بانه برنامج انتخابي انا استمعت الى المفكر العربي الدكتور عزمي بشاره وقال بان كانك امام مؤتمر صهيوني انتخابي وليس تتحدث عن رئيس الولايات المتحده التي كانت دائما تؤمن بحل الدولتين <applause> هناك من يعتقد بان هي عمليه انتخابيه مهرجان انتخابي هناك من الاسرائيليين من يعتقد بان اصلا هذا الامر خطر عليهم راينا اليوم صحف المانيه تتحدث يقول لا يح لا نحتاج ان نكون انبياء لكي نعرف بان مثل هذه الخطط هي خطط حرب وليست خطط سلام ولن تصل القضيه الى حل بهذه الطريقه، هذا وقود حرب وهذا امر خطر على المنطقه، يجب التمسك بالثوابت الفلسطينيه، نتمنى من الاشقاء في فلسطين ان يجتمعوا على قلب رجل واحد في السلطه الفلسطينيه في حماس في الجهاد الاسلامي. لمواجهة هذا الخطر الحقيقي الذي يتهدد السلطة نعم. الفلسطينية بدرجة أولى قبل أن يهدد أي تنظيم فلسطيني حر آخر حديثي قبل قليل سيد عبد الله عن مجموعة من التباينات بين العرب اليوم تمثلت في أن البعض ثمن هذه الخطة طبعا في التثمين لم يذكر حدود 67 وهناك من ذكر انه لا سلام حقيقي بين الفلسطينيين والاسرائيليين او بين العرب بشكل عام والاسرائيليين الا بحدود 67 اليوم استمعنا الى بيان الخارجيه القطريه لماذا غابت حدود 67 عن كثير من البيانات لدى الدول لدى الدول العربيه لان الكثير من الدول العربيه حتى بداوا يتعاملون مع القضيه للاسف بعض الانظمه تتعامل مع القضيه الفلسطينيه يعني في السابق كانوا يعولون اذا قبل الفلسطينيون بذلك سنقبل نحن به، لم يعد البعض منهم يستحي صار يتكلم باسم الفلسطينيين وان هذه الخطه خطه ممتازه ويجب ان نعمل على تنفيذها ويحاولون القول والله طرحت مبادره سلام عربيه طرحت لماذا لم تقبلوا بها ايها الفلسطينيون ونقبلوا بهذه اليوم لكي لا تندموا في المستقبل طيب اذا كان الامر يخص الفلسطينيين لماذا تحشر نفسك فيه على الاقل اما انك تدعم الاشقاء في فلسطين او في اسوا الاحوال ان تلتزم بالصمت وتقول يعني سندرسها سنبحثها لان حتى ترامب لا يتحدث عن انشاء دوله فلسطينيه في جزء معين بعيدا عن القدس في القدس يقول لك بعد اربع سنوات وهذا هو شكل الخريطه ووعدهم باقامه السفاره والاعتراف الى اخره اي هو 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 فعل ما وعد به ولكن م. انا اعتقد بان المساله تتعلق بالمرابطين اشقائنا في فلسطين هم اهل لاحظ البرب. سيد عبد الله عفوا عن المقاطعه هذه الخريطه التي اعلن عنها طبعا الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لاحظ ان في الماضي كانت هناك حدود 67 بالاضافه اللي هي الضفه الغربيه والقدس الشرقيه وقطاع غزه، اليوم اخذوا بعض المساحات من بئر السبع نعم. في الجنوب الاسرائيلي كمقايضه على بعض المناطق في الضفه الغربيه، طبعا الضفه الغربيه وقطاع غزه او الدوله الفلسطينيه المستقبليه التي ينادي بها كل ما هو شريف او كل ما هو عربي تقريبا لا تتجاوز 5300 كيلو متر مربع نعم. اليوم هذه التجزؤات الموجودة هو وعدهم بعد بال بالقطارات تحت الأرض والأنفاق نعم. بربط قطاع غزة وكأنها يقول لهم اليوم هذه و50 مليار والدفع بيكون إسلامي آه دكتور محمد يعني آه هذه الخطة أنا أعتقد أنها غير قابلة للتطبيق واقعيا لأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه في الحياة هذا هو الذي نعول عليه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون في عونهم. حتى ايهود اولمرت يقول بان الاجتماع الذي حدث بين ترامب ونتنياهو هو اجتماع جميل وحفله جميله ولكنها حفله انتخابيه، يعني حتى الاسرائيليين لا يعتقدون بانه يمكن تطبيق ذلك والاعتراف بها. الامر الاخر يعني من ضمن الشروط التي فرضت على السلطه الفلسطينيه بانها لا تشتكي الى الانتربول في حال حدوث اي انتهاكات من قبل جيش الاحتلال في هذه آه الدوله المخطط لها نعم آه لا تشتكون على الأمريكا يعني نحن سندوس القانون الدولي وسنفعل ما نريد ولكن ايها الفلسطينيون عليكم ان تلتزموا بطاعتنا ويعني كانك تشعل من جديد آه فتيل المواجهات ولن يكون هناك استقرار، هناك الكثير من الاسرائيليين الذين بدأوا في هجره عكسيه ويعودون الى اوروبا بعد ان كانوا يعتقدون بان فلسطين هي ارض الميعاد وارض السلام، لم يتحقق السلام منذ 47 حتى اليوم لم يتحقق السلام ولن يتحقق بهذه الطريقه وبطريقه فرض املاءات او باضعاف الدول المحيطه بفلسطين، هناك خطر حقيقي يتهدد الاردن يتهدد الكثير من الدول العربيه فاي مشاريع تنمويه وتمول من الخليج ب 50 مليار او غيره لن ترى النور حقيقه لان الشعب الفلسطيني المرابط والمهاجرين الذين اجبروا على مغادره الاراضي الفلسطينيه لهم حق العوده وحتى الخطه تقول احتواء الفلسطينيين ولكن خارج منطقتهم وخارج بيوتهم تحدثت عن المشاكل المشاكل الداخليه سيد عبدالله الله واستشهد طبعا بالبعض منهم من اسرائيل يهود اولمرت وايضا العديد من الكتاب الخليجيين والعرب الكل اصبح يتحدث بان هناك مشاكل داخليه ويعتقد الرئيس الامريكي وكذلك رئيس الوزراء الكيان الاحتلال انه سيصدر طبعا هذه المشاكل واشقال الراي العام العام الداخلي الرئيس الامريكي هناك محاكمه برلمانيه وايضا بنيامين نتنياهو لديه صعوبة في ثلاث مرات في تشكيل حكومة اسرائيلية، لكن ولو مرحليا هل نجح الرجلان في في استخدام هذه الخطة لصرف الأنظار داخليا؟ طبعا بالنسبة لنتنياهو يواجه المشاكل القانونية وستوجه له التهم بغض النظر عن ما يحدث وانا اعتقد بأن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين مهما م. عملوا وحتى لو فاز ترامب او لم يفز هذه مسأله على اقل تقدير يجب ان تستحي الحكومات العربيه وتقول هذا امر يخص الفلسطينيين لا نستطيع ان نبيعكم شيء لا نملكه فكانوا دائما يهاجمون وعد بلفور عندما قام البريطانيون باعطاء اعطى من من لا يملك لمن لا يستحق وان ياخذوا هذا الدور بعد ان كانوا يهاجموه عبر عشرات السنين على الدول العربيه اقل تقدير ان تقول لا نستطيع الموافقه على شيء لا نملكه ولا يخصنا. نعم ذكرت قبل قليل انقسامات الفلسطينيه اليوم سمو الامير يجري اتصال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد من خلاله على موقف دوله قطر الثابت وايضا تطرق سمو الامير لأهمية وحده الصف الفلسطيني، هناك اليوم خصام تجاوز الحدود وانعكس على على القضيه الفلسطينيه برمتها فتح وحماس، برايك هل هذا الانقسام كان سببا رئيسيا فيما الت اليه القضيه الفلسطينيه؟ انا اعتقد بان المساله لا تقتصر فقط على خلاف الفلسطينيين، يجب ان لا نحمل الفلسطينيين كل المساله، <applause> آه هذه قضيه امه وحق تاريخي آه لهذا الشعب في هذه الارض، آه ايضا المواقف التي تفد في عضد القضيه الفلسطينيه <applause> ساهمت في ذلك وراينا كيف ان يعني هناك احتفاء من بنيامين نتنياهو بعدد من الدول العربيه والخليجيه التي تدعم مثل هذه الخطه، فكيف انا احمل فقط الفصائل الفلسطينيه ان اردت يعني ان احملها وان اغيب الدول التي يفترض انها دول مستقله وتملك قرارها ولا يكون لها موقف واضح وصريح في هذا الحق، مقاومه الاحتلال حق مشروع يريدون حتى تجريمه على الفلسطينيين، لا يريدون ان يسهموا في تحريرهم بل يريدون ان يجرموا اي مقاومه مشروعه ضد الاحتلال وضد مصادره هذه البؤر الاستيطانيه لاراضي الشعب الفلسطيني. انتهى الوقت. طبعا انا اشكرك السيد عبد بن حمد العذبه وانت رئيس تحرير صحيفه العرب والمدير العام للمركز القطري للصحافه ساعه كامله. أعتقد, حقيقة. أعتقد بأن كل من شاهد هذه الحلقة كل من استمع من خلال إذاعة قطر استفاد الشيء الكثير طبعا مسألة أنك تطول الغيبات يجب أنك يعني توجد لنا حل يعني كل لا. 40 يوم 50 يوم ما لا نبتعد عن الثمانين الله يرضى عليك يا دكتور وانت مدرسه الله يحفظك الله يحفظك يطول عمرك يا ابو حمد واستفدنا يعني من جزاك الله خير جعل ربي وهذه يحفظك وهذه الاسئله الذكيه التي جعل ربي يحفظك تسالها طبعا انا اشكرك واتمنى ان التقي بك مستقبلا، شكرا يا ابو محمد. شكرا دكتور. طول عمرك. والشكر ايضا موصول لكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في اذاعه قطر على كرم المتابعه. الى هنا وصلنا معكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج الحقيقه. في الختام لكم مني ومن اسره البرنامج التحيه والتقدير وايضا من السيد عبد الله العذبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.